السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة. حلقة اليوم خاصة بامتحان اللغة العربية للصف الثاني الإعدادي، امتحان الترم الأول عام 2021-2022. بسم الله نبدأ. أولا دبجة الامتحان، امتحان لغة عربية للصف الثاني الإعدادي 2021-2022، ثم اسم المحافظة والإدارة. السؤال الأول دائما هو سؤال التعبير، والتعبير ينقسم إلى تعبير إبداعي وتعبير وظيفي. السؤال الأول بيكون في التعبير الوظيفي وهو لافتة أو برقية. السؤال هنا اكتب لافتة تحس فيها على الاجتهاد في طلب العلم. واللافتة كما تعلمون هو عبارة عن مستطيل وأضع فيه جملة واحدة خاصة بالسؤال. هنا عن طلب العلم ممكن أن أقول من جد وجد ومن زرع حصد، أو عليكم بطلب العلم، أو أي جملة تراها مناسبة. السؤال الثاني في التعبير الإبداعي، اكتب في أحد الموضوعين الآتيين، اختار موضوع من الاثنين. الموضوع الأول بيتكلم عن المحافظة عن ممتلكات الوطن تدل على الحب والانتماء. رقم اثنين الأمانة صفة جميلة يجب أن يتحلى بها كل إنسان لما لها من أهمية قصوى في حياتنا. طبعا أبدأ الموضوع بالمقدمة اللي أنا بكون حافظها، ثم إذا كنت تحفظ شيء من القرآن يخص الموضوع أو الشعر أو الحكمة، وأقسم الموضوع إلى عدة فكر وأبدأ في الكتابة، وأخيرا لا تنسى الخاتمة. ثانيا القراءة، السؤال الأول إجباري وهو من قصة كفاح شعب مصر. رقم واحد ماذا تعرف عن الهكسوس ومن أين أتوا ولماذا؟ السؤال مقسم إلى ثلاثة أجزاء فانتبه إليه. أما عن الهكسوس هم جماعة من الرعاة، من أين أتوا؟ أقول أتوا من الشمال من آسيا. ولماذا أتوا؟ أقول أتوا لاحتلال مصر، وبهذا أكون غطيت جميع أجزاء السؤال. كان خرشيد مصريا تركيا إنجليزيا، والإجابة الصحيحة أن خرشيد كان والي تركيا. رقم اثنين ضع علامة صح أمام الصواب وعلامة خطأ أمام الخطأ فيما يأتي. رقم ألف كان خرشيد واليا عادلا يحب شعبه. طبعا خرشيد كان والي ظالم ولا يحب شعبه، إذن في الإجابة خطأ. لقد ترك المصريون رسول قنبيذ يذهب بسلام افتخارا بتقاليده. طبعا الإجابة الصحيحة. السؤال الثاني من الكتاب ذو الموضوعات المتعددة. السؤال الأول من موضوع لو أنني ضابط شرطة. لو أنني ضابط شرطة لجعلت الناس كلهم سواء أمام القانون بلا تفرقة أو تمييز، أرد الحقوق لأصحابها وأحاسب من يقترفون الجرائم، وأحاول منع حدوث الجريمة قدر استطاعتي. رقم ألف تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. واحد مرادف يقترفون، هل يسكنون يجاهدون أم يرتكبون؟ والإجابة الصحيحة نعم يرتكبون. رقم اثنين جمع القانون، هل القوانين القنوات القناءات؟ وجمع القانون القوانين. رقم باء ما مهام ضابط الشرطة كما بينها مصطفى؟ أقول مهام ضابط الشرطة التي حددها مصطفى أن يجعل الناس أمام القانون سواء بلا تفرقة أو تمييز، وأن يرد الحقوق لأصحابها، ويحاسب من يقترفون الجرائم، وأن يحاول منع حدوث الجريمة قدر استطاعته. ما رأيك في ضابط شرطة يستغل سلطته؟ أقول أن هذا الشخص يعد خائنا للأمانة التي حملها له الله والمجتمع وتجب محاسبته. ما الصفات التي يجب أن يتحلى بها ضابط الشرطة؟ أقول يكون عنده العدل والمساواة بين الجميع أمام القانون، التواضع واحترام الناس، الأمانة وإتقان العمل ومراعاة المصلحة العامة، الشجاعة والتضحية من أجل الوطن. وممكن أيضا أن تكتب أي صفة تراها مناسبة. ثالثا النصوص، من نص نصائح غالية، هذا السؤال إجباري. قال تعالى
يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. رقم ألف، تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. واحد، مرادف المعروف هل هو الخير؟ التعارف، المعرفة. المعروف هو كل أمر دل على الخير، إذن فالخير هي الإجابة الصحيحة. رقم اثنين، جمع الصلاة هل هي الصلاة؟ المصلون، الصلوات. والإجابة الصحيحة الصلوات. رقم ثلاثة، مفرد الأمور هل هي الأمار أم الأمر أم الآمر؟ والإجابة الصحيحة الأمر. رقم باء، ما الوصايا التي اشتملت عليها الآية السابقة؟ أقول اشتملت الآية على إقامة الصلاة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والشبر على الشدائد. رقم جيم، ما الجمال في قوله تعالى إن ذلك من عزم الأمور؟ أقول هو أسلوب مؤكد بإن، ويدل على قيمة الصبر في خلق الشخصية القادرة على أن تسود بين الناس. رقم دال، التكبر والتعالي من الأخلاق الذميمة التي يبغضها الله تعالى. اكتب الآية الدالة على هذا المعنى. أقول قال تعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. رقم اثنين، أجب عن سؤال واحد مما يأتي. السؤال الأول من نص في حب مصر، يقول الشاعر أتنكر ما بي من هواها لها العذر، زهاها الصبا والحسن والحسب الوفر، رويدك إنا في العلا يوما ننتمي، كلانا أبوه النيل أو أمه مصر، لنا ذروة المجد الذي تحت ظله، تناسلت الأحقاب واعتمل الزهر. تخير الصحيح لما بين القوسين. مضاد الوفر هل هو الضخم أم القليل أم الكثير؟ الوفر بمعنى الكثير ومضاده القليل. مرادف رويدك هل هي تمهل أم افتخر أم تقدم؟ الإجابة الصحيحة تمهل. جمع الحسن المحاسن، الإحسان الحسين. والإجابة الصحيحة المحاسن. رقم باء، ما سبب عتاب مصر لأبنائها وما نوع هذا العتاب؟ السبب هو طول غياب أبنائها عنها خاصة النابهين منهم، وهو عتاب حميم كعتاب الأحبة أو عتاب الأم لأبنائها. رقم جيم، استخرج صورة جمالية ووضحها. أستطيع أن أستخرج أي صورة موجودة في الأبيات الثلاثة، وعلى سبيل المثال أتنكر ما بي وهو استفهام غرضه التعجب واللوم. رقم اثنين، من نص من أجل مصر. عن عبد الرحمن بن شماسة المهري قال سمعت أبا ذر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القراء فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. السؤال الأول، تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. واحد، مرادف ستفتحون، تخسرون، ستتملكون، تقاتلون. والإجابة الصحيحة ستتملكون. رقم اثنين، جمع أهل هل هي أهال، أهلون، أهلين أم كل ما سبق؟ والإجابة الصحيحة هي كل ما سبق. رقم باء، بما أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم ولماذا؟ أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعامل المسلمون أهل مصر بالخير والإحسان. أما عن السبب ذلك لأن أهل مصر حرمة وحق وقرابة بينهم، والقرابة هي أن أهل مصر أخوال أهل الحجاز، وذلك أن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ماريا قبطية من مصر، وأيضا زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام هاجر من مصر. رقم جيم، ما قيمة العطف في قوله ذمة ورحمة؟ الجمع بينهما يدل على العلاقة القوية بين الحق والمشاعر الإنسانية وضرورة الجمع بينهما في العلاقات التي تربط بين الناس.
رقم ها علامة تدل توصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر. أقول أن هذه التوصية فيها تشريف عظيم لمصر وأهلها، وذلك لمكانتها في التاريخ قديما وحديثا. رابعا النحو. إن السلام الشامل هو أمل كل إنسان يحب الخير، والعالم كله يسعى جاهدا كي ينتشر السلام ويعم كل أرجاء الأرض فيطمئن على مستقبله وأهله، فمن أراد الخير وفقه الله. رقم ألف دائما أعرب ما فوق الخط. لدينا كلمة أمل وكله والسلام والأرض. إن السلام الشامل هو أمل، دائما الضمير هو أو الضمائر المنفصلة تكون في محل رفع مبتدأ، إذن فأمل خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم. والعالم كله يسعى جاهدا، العالم مبتدأ وكل توكيد معنوي مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والهاء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه. كي ينتشر السلام ينتشر فعل مضارع منصوب والفاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ويعم كل أرجاء الأرض، الأرض مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. رقم باء استخرج فعلا معربا وآخر مبنيا. الفعل المعرب أي فعل مضارع، الفعل المضارع معرب إلا إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد، فأستطيع أختار مثلا الفعل يحب أو الفعل يسعى أو يطمئن، وكذلك الفعل يعم. الفعل المبني هو الفعل الماضي أو الفعل أمر، لدينا فعل الماضي هنا أراد. رقم اثنين اسما معربا واسما مبنيا. الاسم المعرب مثل السلام أو الشامل أو أمل، الاسم المبني كالضمير هو. نعتا مفردا وبين علامة إعرابه. لدينا إن السلام الشامل، إن حرف ناسخ والسلام اسم إن، والشامل نعت منصوب وعلامة نصبه الفتحة. نعت جملة وبين نوعها ومحلها. النعت الجملة يأتي بعد اسم نكرة، فلدينا مثلا كل إنسان يحب الخير، إنسان مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة، ويحب فعل مضارع مرفوع بالضمة والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والخير مفعول به، إذن يحب الخير جملة فعلية في محل جر نعت، وذلك لأن المنعوت وهو إنسان اسم مجرور. حالا وبين نوعها وعين صاحبها. لدينا العالم كله يسعى جاهدا، كيف يسعى؟ يسعى جاهدا، إذن جاهدا حال منصوب علامة نصبه الفتحة وهو حال مفرد. معطوفا واذكر علامة إعرابه. لدينا كلمة فيطمئن على مستقبله وأهله، الواو حرف عطف وأهله معطوف مجرور وعلامة جره الكسرة، والمعطوف عليه كلمة مستقبله. رقم جيم حول الحال فيما يأتي إلى نعت وغير ما يلزم. أحب العالم يعمل بعلمه. أحب فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، والعالم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، ويعمل بعلمه جملة فعلية في محل نصب حاء. الجمل بعد المعارف أحوال، إذن سأحذف الألف واللام من العالم فتكون الجملة أحب عالما يعمل بعمله. خامسا الخط. أكتب ما يلي مرة بخط النسخ ومرة بخط الرقعة. في الناس أحياء كأموات الوغى، وخذ الأسنة فيهم لا يؤلمون. سادسا إملاء. أكتب ما يمن عليك، ستتم إملاء قطعة داخل لجنة الامتحان. وبهذا أعزائي الطلاب نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة، وإذا كان لديكم أي استفسارات فاتركوها في التعليقات. مع تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.